في قطاع غزة بأنها تواجه عجزا كبيرا منذ 11 أو هو الأكبر منذ 11 عاما. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة. دكتور منير مرحبا بك، ولو تطلعنا على تفاصيل ما أعلنت عنه الوزارة في غزة من نقص الدواء ووصفه بأنه الأكبر منذ 11 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك يا أخي الحبيب وإلى مشاهدينكم الكرام. حقيقة يعني النقص والعجز الدوائي في وزارة الصحة بلغ ذروته في خلال الفترة الحالية، ونحن نتحدث عن الحصار يعني الذي استمر أكثر من 11 عام. قد استنفذت وزارة الصحة من كثير من مستلزماتها وأدواتها وأدويتها. اليوم نتحدث عن نقص بالغ وعدد كبير جدا يتجاوز 50% من القائمة الأساسية للدواء وأكثر من 30% من المستلزمات الطبية. نحن نتحدث عن أدوية أساسية مثل المحاليل الوريدية التي غير متوفرة في كل غزة إلى ما يكفي لأسبوعين من هذه المحاليل الوريدية. أيضا من أدوية التخدير والمضادات الحيوية، أيضا في غرف العمليات. وهناك خدمات أساسية بوزارة الصحة في خدمة السرطان يعني وغيرها من الخدمات شبه متوقفة في هذه المرحلة. لكن على الإعلام الذي يظهر هو نتيجة لهذا العدد الكبير أمام حالات الإصابات التي تجاوزت 7000 إصابة إلى هذه اللحظة. الأمر الذي استدعى يعني هذا البيان وإلى التحذير وإلى أيضا مناشدة المجتمع الدولي أن يقوم يعني بواجباته تجاه غزة. ونحن نتكلم أيضا هنا دكتور يعني عدم نعم يا دكتور منير، هنا أود أن أعرف منك ما هي خطة وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة مثل هذا النقص الحاد في الأدوية؟ يعني حقيقة وزارة الصحة تقوم بالتواصل مع المؤسسات الدولية وتقوم أيضا بالتواصل مع حكومة التوافق، لكن لا استجابات إلى هذه اللحظة. والاستجابات من المؤسسة الدولية استجابات دون المستوى وهي قليلة بالنسبة لهذا الوضع الكارثي. نحن نعيش في أسوأ ظروف صحية إلى هذه اللحظة، ننتظر لا سمح الله انهيار لهذه المنظومة الصحية، والعدد الكبير من المصابين أيضا يجعلنا في تخوف كبير جدا، لأن هذه الأعداد من الإصابات هي تحتاج إلى رعاية وإلى تأهيل وإلى أيضا عمليات جراحية أخرى غير العمليات الأولى التي أجريت أثناء الإصابة. فالاحتلال الطائي الذي يصيب المناطق الحساسة من الجسم وخاصة من المفاصل التي ستصبح فيما بعد يعني إعاقات كبيرة في الشعب الفلسطيني لا سمح الله. أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، شكرا جزيلا لك.